يا كابتن عادل، اتفضل. النهارده لما حتى حب يهاجم ويحسن الشكل برضه مالكش شكل في الملعب. صح. النهارده لما نزلت وليد ازارو ومروان محسن مفيش اي شكل، مفيش اي خطوره، مفيش، ما تعرفش رمضان صبحي بيلعب فين ولا مروان محسن بيلعب فين ولا ازارو بيلعب فين، في عشوائيه في الملعب. لو احنا بنتكلم كلاعبين بيتحملوا النهارده برضه كجهاز فني، جهاز فني يتحمل، وخلي بالك طبعا. مش جهاز فني لسارت ومعاونين كمان مع لسارتي. طيب. النهارده انت عارف واشتغلته في افريقيا، لازم يعني حتى لازم تيجي للراجل وتقرب في ودنه وتقول له، يعني لازم يبقى فيه تواصل مع الراجل. بس النهارده الشكل والاداء ده يعني ده هتبقى يعني مباراه وصمه عار في تاريخ كل لاعب. بالظبط كده. انا زي ما احنا بنقول التاريخ دايما ما بيرحمش والارقام دايما بتذكر، هيتقال ان الجيل ده عايز تخرج وتمحي التاريخ ده يوم السبت اللي جاي. برافو عليك يا اسامه، يبقى انت في ايدك توصل. ولسه ما زالت الفرصه في ايدك. لا وكمان مش كده بس، انت عندك مباراه في الدوري يوم الثلاث. يوم الثلاث عندك ماتش. معلش، مع احترامي لكل اللي هيتقال، مع احترامي لكل اللي جاي، انت عندك الاسبوع ده بالنسبه لهذا الجيل من اللاعبين. هو اسبوع فاصل يا كابتن. ما ينفعش اخسر كل حاجه، خلي بالك. يعني في هو ده قوية قوية هتلعبها برضه في الدوري. لا انت النهارده ما ينفعش اخسر كل حاجه، وبالتالي انت مش، ما انا هو ده اللي انا هو ده اللي انت بتتكلم عليه واللي انا باؤكد على كلامي عليه. ان هو انت دلوقتي عندك مباراه يوم الثلاث، احنا مش عايزين ننسى الماتش ده، مش عايزين ننسى ماتش يوم الثلاث. ماتش يوم الثلاث ده البدايه لماتش يوم السبت. ماتش يوم الثلاث ده اللي هيورينا يوم السبت هنعمل ايه. ماتش يوم السبت انا متاكد ان شاء الله لو حتى يا رب بس الامن يدي سعه اكبر في الـ لازم. في لازم. الـ في, الـ في المباراه دي ان شاء الله. ان شاء الله انا متاكد وكل ثقه، والله العظيم ثلاثه، انا كل ثقه في لعيبه النادي الاهلي ومتاكد ان هم يقدروا يعملوا. احنا لازم نضغط عليهم، ولازم، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام المفروض ما اقولوش بس هقوله، لان احنا لازم نضغط على اللعيبه دي يا كابتن، لازم نضغط على الجهاز الفني، لازم نضغط على الناس كلها خلال الفتره اللي جايه عشان البدايه تبقى يوم الثلاث ونشوف اللي هيحصل يوم السبت. لكن ان احنا نظهر بهذا الشكل وبهذا المنظر، اعتقد ان النادي الاهلي لا يستحق من هؤلاء اللاعبين. وزي ما اسامه قال، معلش، الناس اللي بتقول لك اصل دي مباراه للنسيان، لا مش مباراه للنسيان. التاريخ لن ينسى، التاريخ لن ينسى الا في حاله واحده فقط. حاله واحده، انك تمحي المباراه دي من الذاكره. انا ما بقولش اكسب خمسه وتعدي دور الثمانيه. انا ما بقولش اكسب خمسه يا كابتن عادل، انا ما بقولش اكسب خمسه، ولكن انا بقول موت نفسك، اكسب واحد، اكسب اثنين، اكسب ثلاثه، اكسب اربعه، يخش فيك جول مفيش مشكله، لكن موت نفسك في الملعب. هي الناس هتموت ليه على في كل حته؟ هي الناس اما موتها نفسها ليه؟ مش روح، ما كانش في روح. ليه؟ ما حضرتك قلت لي الكلام ده، مش حضرتك قلت الكلام ده، كابتن اسامه قال الكلام ده يوم الاربعاء. انا اسف، ولا النجم السحري، النجم السحري، النجم السحري.